السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم السبت القادم الموافق 11 يوليو عام 2020 سيكون الذكرى 25 لمذبحة سربنيتسا التي راح ضحيتها قرابة 11,000. لم يوجد من رفات الجثث إلى الآن إلا أكثر من 8,000 رفات الجثث. هذا حدث حينما سلمت قوات حفظ السلام الهولندية التابعة للأمم المتحدة هذه المدينة للجماعات الإرهابية الصربية في هذا الوقت. يوم السبت إن شاء الله أنا حمشي مسافة 11 كيلو الساعة 11 صباحا في مدينة برمنغهام توقيت برمنغهام لكي نستطيع أن نجمع الدعم المادي لمؤسستين. الأولى هي الإغاثة الإسلامية لدعم أرامل والنساء سربنيتسا في البوسنة، والثانية هي سربنيتسا ميموريال لدعم المناصرة لقضية سربنيتسا. ستجدون الرابطين في الأسفل، فبرجاء التبرع لإحدى الجمعيتين أو لكلاهما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.